هذا التوحيد والسنة والاستقامة على التوحيد والسنة سبب لنيل البركات ليس فقط في الدنيا بل حتى وقت النزع، ويمتد إلى أن يدخل الله العباد الجنة. نسأل الله أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى، كما قال عز وجل في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. في الآية الأولى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مطلقا، فشمل نفي الخوف والحزن دنيا وأخرى.